يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل وفيات وإصابات وتداعيات اقتصادية وغيرها على مستوى العالم، وأجبر انتشار كورونا دولا عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات هامة. وتواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع جميع البلدان والشركاء وشبكات الخبراء من أجل تنسيق الاستجابة الدولية ووضع الإرشادات وتوزيع الإمدادات وتبادل المعارف وتزويد الناس بما يحتاجون إليه من معلومات لحماية أنفسهم. Prend l'expansion du coronavirus très au sérieux. Nous suivons de très près cette évolution, l'évolution de la situation, et nous la suivons d'ailleurs depuis l'apparition du virus en Chine au début de l'année. أثارت التصريحات البريطانية الخاصة بنظرية مناعة القطيع التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يصاب أكثر من 60% من البريطانيين بالفيروس ليطوروا مناعة ذاتية ضده. غضب منظمة الصحة العالمية التي اعتبرتها عدم التزام بلوائح ونصائح المنظمة الدولية التي تتعاون مع الدول من أجل مكافحة جائحة كورونا. We are asking people to do something that is difficult and disruptive of their lives. And the right moment, as we've always said, is to do it when it is most effective, when we think it can make the biggest difference to slowing the spread of the disease, reducing the number of victims, reducing the number of fatalities. وفي ظل تضافر الجهود الدولية والأممية لمكافحة فيروس كوفيد-19 المسبب لوباء كورونا، أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيتروس أدهانوم أن هناك عشرات اللقاحات لفيروس كورونا قيد التطوير وتجري دراستها في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن هناك 20 لقاحا قيد التجارب السريرية وأن النتائج الأولى ستظهر خلال أسابيع. الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها الدول الأوروبية ربما تعلق اتفاقية شنغن في الحدود. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، جنيف.